تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة دائما نور دبي. أحب أيضا أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة ميرا المري، وفي الإعداد الأستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بالدكتورة العزيزة عايشة البسطي، بتشاركنا اليوم إن شاء الله في تقديم الحلقة، وأقولكم جميعا صباحكم صحة وسعادة دكتورة. صباحك صحة وسعادة، صباحكم صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صباحكم الله بالخير والسرور إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نأخذ أول مكالمة هاتفية، ومثل ما قلنا دكتورة غيرنا الاسم إلى دردشة السوشيال ميديا. دردشة السوشيال ميديا، نعم. أحب أني أذكر مستمعينا الأعزاء بالتواصل معنا على الأرقام 600-551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. حابة أذكرهم كذلك عبد الله، اليوم حملة الأمل اللي موجودة في قاعة نادي زعبيل للسيدات، البارحة استضفنا الدكتورة هند العوضي وتكلمت بخصوص هذه الحملة، واليوم الحملة مستمرة من 9 الصبح إلى الساعة 1 الظهر، فاللي حاب يشارك من السيدات يتوجه النادي زعبيل، في قاعة نادي زعبيل الحملة بعدها مستمرة وعنده فعاليات كثيرة. نعم دكتورة عيال، ناخذ أول اتصال مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي ودردشة السوشيال ميديا. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله والدكتورة وكل مستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسرور، شو بتخبرين اليوم؟ نعم خبركم مثل ما تفضلتوا وقلتوا ان احنا موجودين اليوم في حملة الامل، وانها موجودة حاليا هنا نغطي الفعالية في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. يتابعون الستوري ويشوفون الاشياء، كل الاشياء اللي قاعدة تصير في الحملة. نعم. انا مريت على الحملة قبل ما اي حتى الاستوديو، ما شاء الله طريقة الترتيب التنسيق، طريقة حتى يعني تجذب اي واحد يكون في الحملة انه يشارك ويعني يحضر هالفعالية صراحة المميزة. شكرا دكتور. في ايضا غدا مباشر عندنا طواف دبي الوردي كذلك. نعم. اللي بيكون ان شاء الله الساعه 6:30 الصبح. هاي الحمله نحن نسويها سنويا كذلك مثل حمله الامل اليوم، هاي رابع سنه نسويها مع نادي دبي، نادي زعبيل السيدات، وباكر بيكون عندنا طواف دبي الوردي. نعم. بيكون في منطقه جميره وخلف سانست مول، النقطه الانطلاقه الساعه 6:30، فاللي عنده سيكل حياه الله. كذلك ناخذ شوي جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من الأشياء اللي كانت موجودة يوم أمس كان في بعض الأحداث المميزة الصراحة، منها مشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وصراحة تشرفنا بزيارة صاحب سمو الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمنصتنا في المعرض. كذلك نحن أطلقنا مجموعة من يسمونها قصص النجاح، أطلقناها كذلك في منصتنا الموجودة في معرض الشارقة دبي للكتاب، ونعطيك نصيحة تحدي دبي للياقة لليوم. نعم. يعتبر اتباع نمط حياة خاطئ يعتمد على العادات الغذائية السيئة وعدم ممارسة الرياضة من الأسباب الرئيسية لتزايد انتشار النوع الثاني من مرض السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي يخرب علينا هو نمط حياتنا الخاطئ. فنركز شوية، لو نتابع بس أشياء نسويها يوميا بنكتشف إن وايد عنا عادات خاطئة ممكن نضرنا، مو باليوم لكن إن شاء الله مستقبلا، وإن شاء الله ما يضرون يعني إن شاء الله. ونصيحتنا الأخيرة نقول قبل خروجك من عملك اليوم اسأل نفسك، هل أنت راضي عن إنجازاتك لهذا الأسبوع؟
كيف ممكن نطور نفسك الأسبوع القادم تكون أفضل. خلينا نقعد لنفسنا آخر الدوام نشوف شو الأشياء اللي أنجزناها، هل نحن راضين عن أدائنا ولا لا، وإذا مو براضين كيف ممكن نحن نتميز أكثر إن شاء الله الأسبوع الجاي. ودمتي بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة يا أسماء. شكرا أختي أسماء، وشكلي أنا بجلس وياك اليوم بنشوف موضوع الأداء. هو صحيح جميل، خاصة أن اليوم الخميس نهاية الأسبوع. فالواحد يبغي كل أسبوع وكل يوم يمر عليه يكون أحسن من اليوم اللي قبله. صح، مثل ما ذكرت أختنا أسماء دكتورة، تكلمنا نحن عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض شارق 2019، ومشاركة هيئة الصحة كان مميز، ويعني المواضيع اللي تم عرضها كلها كانت على الشاشات الإلكترونية. ممتاز. عدد المقالات الإلكترونية الموجودة، الكتب الإلكترونية اللي موجودة اللي ممكن يستفيد منها عدد كبير جدا من الأطباء ومن الطلبة اللي عندهم بحوث طبية. ممتاز. فكان أيضا هذا الشيء مميز، وأيضا اللي ميز وعطى المعرض أو منصة الهيئة هو حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وإعجابه بالمنصة هيئة الصحة بدبي. الحمد لله الحمد لله. نعم. والكتب الإلكترونية دورها كبير كذلك، وسهلة سواء في الحمل حتى، بس أنزل كتاب وأقدر أشيله أي مكان وأستخدمه في نفس الوقت. يعني مرات يكون صعب تخزين الكتب في أي مكان تكون عندي، وأقدر أشيله في أي مكان متى ما أبقي، أقدر أفتح تليفون وأقرأ. صح. مثل ما عودناكم وسمعينا كذلك عندنا فقرتنا التوعوية، وبنتكلم اليوم عبد الله عن أفضل أنواع الحميات لعام 2019، ويان أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفراء بن كتة. صباح الله بالخير عفراء. يا هلا بمستمعينا اليوم، وإن شاء الله نكون نفيدهم اليوم بخصوص موضوعنا. مرحبا أستاذة عفراء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. الله يصبحكم بالعافية. نحن طبعا يعني تعاونكم نشكركم الحقيقة على تواجدكم معنا بشكل يومي، وإعطاء مستمعينا الأعزاء يعني معلومات وكثير من التوعية بخصوص موضوع الحميات الغذائية، فشكرا لكم. يا هلا فيكم. طبعا بنبدأ موضوع، احنا عارفين أن نعم. كثير من الحميات التي نسمع عنها في وسائل الإعلام كثيرة، سعيا منهم الناس ايش تتبع هذه الحميات عشان وصول وزن مثالي، وزن صحي، الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية. نعم. ولكن احنا نأكد بأن الأساس أي حمية صحية معتمدة هي أساس التغذية المتوازنة والنشاط الحركي. صح. وبناء عليه وصلت التقارير في مجلة أخبار الولايات المتحدة والتقارير العالمية أو مجلة تايم، كتبوا عن أفضل حميات متبعة في عام 2019. نعم. واللي صدرت رقم واحد اللي هي حمية داش. هذه الحمية هي حمية كانت معنية بمرضى الضغط والأوعية الدموية اللي عندهم مشاكل في هاي الأشياء، وهذه الحمية مرتبطة بتوصيات معينة، منها تقليل كمية الملح المتناول، الدهون المشبعة الموجودة مثلا في الزبد، في اللحوم المدسمة، يعني أي لحم في دسم تكون فيها عالية في الدهون المشبعة، المشروبات السكرية هاي لازم نتنعون عنها، زيادة تناول خضروات والفواكه، الحبوب الكاملة لازم نزيد منها، أما مشتقات الحليب فيكون يفضل أن تأخذين منها. نعم. اللي هي قليلة الدسم. نعم. هذه هي الحمية المتصدرة رقم واحد. الحمية اللي بعدها هي حمية البحر المتوسط اللي سمعوا عنها، وهاي الحمية اللي على طول برتبط فيها زيت الزيتون. نعم. زيت الزيتون والأسماك والخضروات والفواكه، وهاي الحمية المميز فيها أن عالية في مضادات الأكسدة والأوميغا، وبالإضافة أن في عندها بعض التوصيات اللي هي كميات معتدلة من منتجات الألبان. أما اللحوم الحمراء فهذه الحمية اللي هي حمية البحر المتوسط لازم نحد منها، تكون كميات جدا جدا بسيطة من اللحوم الحمراء. نعم صحيح. الحمية رقم ثلاثة يسمونها حمية فليكسي تيرين، يعني اللي هي حمية نباتية لكن فيها نوع من المرونة، وهي تشجع على الأغذية النباتية ولكن من دون، يعني أنا أكون نباتية بس ما أنقطع عن اللحوم، تكون يعني أروم أخذها من ذاك لذاك اللحوم الحمراء بس ما أخذها بكميات كبيرة من فترة، بس أنا أعتبر نباتية. صح. أنا أتوقع أستاذة عفرة، عفوا المقاطعة المداخلة، يعني اللي ذكرتيه أن الحميات يعني حمية داش أو البحر المتوسط،
فالشخص اللي يقرأ هاي المقالات يعني ويعرفها أنها معتمدة وكذا، بس بعد أنا أتوقع أن لابد أن يستشير يعني أخصائية التغذية أو طبيبة العائلة كاستشارة، يعني هل هو يعني ممكن أن يلجأ لهاي الحمية الغذائية وكيف تفاصيلها قبل أن لا يقرر بشكل شخصي ويلجأ لأي حمية من الحميات وممكن يكون لمضاعفات جانبية. حاليا كثير من الناس، كثير عدد كبير ناس they are well educated، يعني ناس عندهم ثقافة عالية في الحميات الصحية، عندهم هاي الثقافة. نحن نتوقع أنه يعني يمكن العكس، نحن الأسبوع اللي طاف تكلمنا أنا والدكتورة عاشة قلنا الناس وايد تسير وراء الدعايات واستخدام الحبوب اللي تنزل الوزن بسرعة أو المشروبات الساخن اللي تنزل الوزن بسرعة. هذه أخوي من ناحية الأشياء المغالطات في الحمية، يعني لو إحنا نرجع كأختصاصين تغذية راجع شو اللي يأخذ هذا الشخص خلال اليوم أو خلال الأسبوع من المواد الغذائية، نحصل كمية من هذه الأطعمة اللي هو يأخذها صحية، لكن إلا ما تكون بعض الثقافات الخاطئة المطعمة في هذه الحميات موجودة الصحية فيها. الصحية صح. صح. ممكن يجي الشخص يقول لك أنا آكل وآكل، أنا كأختصاص أعرف أصنفه على أي نوع من الحميات يمشي. لما يجي واحد مثلا يقول لي أنا ما آكل مثلا أخذ منتجات ألبان قليلة الدسم، أقلل من كمية الملح، أنا كذا كذا، أنا عارف كأختصاص أعرف وين أصنفه. يمكن هو ما يعرف شو معنات كلمة داش، يمكن الشخص ما يعرف شو معنات كلمة بحر المتوسط. صحيح. بس إحنا كأختصاصين نعرف نصنف من خلال ما يأخذه الشخص خلال اليوم أو خلال الأسبوع. صحيح. وهذا أيضا يعني دوركم أستاذة عفرة بأن يكون نوع من التوعية أن الواحد ما يأخذ أي حمية بشكل شخصي ويتبعه، لأن مثل ما تعرفين أستاذة عفرة اليوم الناس يعني تحب النتائج السريعة. صحيح. وخاصة المقارنات خاصة يعني الدور الكبير للتواصل الاجتماعي كذلك. نعم. في نشر المعلومة، يعني الواحد يأخذها بسهولة منهم ويشوف الفروقات، وخلنا نكون واقعيين مرات ما تكون يعني أنا ضمني صح هذا الشخص اتبع هذه الحمية ويعني تغير وزنه بهالطريقة. صحيح. أكيد، لأن إحنا الحميات المقسمة على مستوى العالم إما هي حميات يسمونها ثيرابيوتيك، يعني حميات علاجية خاصة بأمراض معينة. نعم. إما تكون حميات لتقليل الأوزان، إما تكون حميات لزيادة الأوزان، يعني زيادة الوزن تقليل الوزن، وطبعا زيادة الوزن تضمن اللي هي الأغذية عالية البروتين اللي هي تبعت زيادة العضل في الجسم مال التمرينات. نعم. هاي تكون عالية السعرات الحرارية وفي نفس الوقت عالية البروتين. حميات تقليل الوزن اللي هي سعرات الحرارية أقل، فهي تنقسم لثلاث أقسام، لكن في النهاية هالثلاث الأقسام اللي على مستوى العالم لازم تكون في داخل أغذية متفق عليها تكون عاما بينه، وتكون أساسيات أو مجموعات غذائية صحية لازم تكون متوفرة في الثلاث أنواع من هاي الأنماط. ممتاز. فهاي الحميات اللي ظهرت على مستوى العالم اللي هي اللي الحين مصنف اللي حمية داش، حمية البحر المتوسط، والحمية النباتية، وحمية مايند اللي هي العقلية اللي عبارة عن حمية داش والبحر المتوسط، وفي عندنا حمية خاصة بالكوليسترول أساس أن نعدل مؤشرات الكوليسترول في الجسم، وحمية اللي هي أحلى حمية اللي بنتكلم عليها اللي هي حمية يسمونها فوليومتريك. فوليومتريك هذه حمية يقول لك كل اللي أنت تشتهيه الأكل بس حاسب من السعرات الحرارية، يعني وزن أكلك وعرف هذا كم فيه سعرات حرارية وهذا كم فيه، بحيث إن في النهاية توصل لاحتياجك أنت من السعرات الحرارية. أنا برفع وزني لازم أعرف كم أنا محتاج، أنا أبنزل وزني أعرف كم محتاج. وهذه لها يعني أحس أن بتضرب مثل ما نقول عصفورين بحجر، يعني الشخص يأكل الشيء ما يحرم نفسه، وكذلك بيتكون عنده ثقافة تغذوية كبيرة، يعني بيعرف كل صنف كم فيه سعرات حرارية. هاي الفئات مر علينا، يعني هاي الفئات من الأشخاص يمرون علينا يقول دكتورة أنا أكل كل شيء بس أنا أحاسب من كذا وكذا، أنا عارف أنه عنده وعي بالأشياء العالية السعرات الحرارية، عالية السكريات، قليلة القيمة الغذائية، فهو عارف يعمل برمجة، بس هو ما عارف يقول لي يا دكتورة أنا أتبع حمية البالومتريك دايت. ممتاز. لكن أنا مصنفت إنه هو من هالنوع، أنا ما أخرب لدايت، بالعكس جو أهد كمل الدايت اللي أنت فيه، بس إحنا نشوف إذا في عنده بعض المغالطات نبدأ نصلح لي إياها. أستاذ عفراد داهمنا الوقت والموضوع جدا مهم وشيق، خاصة بالنسبة أن أفضل الحميات أنواع الحميات لعام 2019، كلمة أخيرة توجهينا المستمعين. أهم شيء في الحميات أن
أي حد بيعطيني حمية معينة لازم أتأكد أنها تحتوي على المجموعات الغذائية الرئيسية. إذا جتني حمية ما فيها لحوم معناته حمية فيها شيء خطأ. إذا جتني حمية فيور يعني نباتية من أي تزيد نباتية معناته فيها شيء غلط. إذا جتني حمية عالية مثلا خضروات والفواكه كذا بس بقليل المصادر مثلا الحديد وأشياء المرتبطة بالدم معناته فيها شيء غلط. لازم تكون حمية متكاملة فيها منتجات الألبان، فيها اللحوم، فيها حتى الخبز، النشويات، فيها البقوليات، الخضروات والفواكه. بكذي أنا أتأكد أن هاي أساس الحمية صحيحة. بعدين الستيب الثاني أنا أشوف شو الأشياء اللي معدلي فيها، قلل اللحوم، ارفع الخضروات، يعني ان نحاول ان يعني ننسق ان يكون متنوع. صح. وشامل لكل ومتوازن. نعم. متوازن. نعم. متوازن. الاستاذه عفرة بنكت اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، شكرا لك. يا هلا فيك، يعطيك العافية. شكرا لك وان قصرتي. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت فقرتنا التوعوية. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. قبل ما نطلع الفاصل دكتورة بس ناخذ نعلن أنه بيكون معنا في الاستديو إن شاء الله بعد قليل أستاذ حمزة عباس، مسؤول الأنشطة الرياضية والاجتماعية في هيئة صحة بدبي، وبنتكلم عن دبي. صحة دبي تواصل تواجدها بقوة في تحدي دبي. بنرد نتكلم عن تحدي دبي للياغة كذلك ومشاركة صحة دبي، خلكم ويانا. أنا طالعين فاصل وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا، وأرحب بكل من تواصل معنا وانضم إلينا. وأحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. تواصل هيئة الصحة بدبي حضورها بقوة في ساحة المنافسات العريضة لتحدي دبي للياقة، وذلك من خلال المشاركات المميزة لموظفي هيئة الصحة بدبي في مختلف الرياضات والأنشطة والمسابقات. ومن بين ذلك الأنشطة الرياضية التي تضم مجموعة كبيرة متنوعة من الفعاليات. وطبعا حابين نسلط الضوء على أجندة الهيئة فيما يخص بالأنشطة الرياضية على وجه التحديد، ويسعدنا يكون ويانا اليوم في الاستوديو الأستاذ حمزة عباس، مسؤول الأنشطة الرياضية والاجتماعية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ حمزة. هلا وسهلا. طبعا كنا عارفين هذه الفترة اللي هي تحدي اللياقة 30 في 30، يعني 30 دقيقة في 30 يوم، طبعا وله أثر كبير سواء يعني للهيئات وللأفراد ولجميع أفراد الأسرة. فأستاذ حمزة، حابينك تكلمنا أكثر شو يعني لكم شهر دبي، تحدي دبي للياقة؟ في البداية شكرا على الاستضافة، وأبارك الأخ عبد الله جمعة مدير إدارة الإعلام والتسويق المؤسسي لانضمام لهذا البرنامج، وأخ عبد الله أكيد بيكون إضافة للبرنامج إن شاء الله. إن شاء الله. وأتمنى لكل توفيق. إن شاء الله نتمنى لكل التوفيق. أما بخصوص الشهر 10 شهر فعاليات في حكومة دبي دائما في مدينة. نعم. دبي بصفة عامة في جميع المجالات الرياضية والاقتصادية في كل شيء في فعاليات ومؤتمرات خلال هالشهر 10 و11، وبالتالي برنامج مبادرة تحدي دبي للياقة برنامج رياضي بحت في البداية. الأهداف معروفة، لجعل دبي مدينة عالمية للرياضة. صحيح. الهدف الثاني أن يكون أفراد مجتمع في الإمارات بصفة عامة ومدينة دبي بصفة خاصة أن يكون عندهم ثقافة رياضية، ممارسة نشاط رياضي في حياتهم، وعلاقة الرياضة بالصحة. والهدف الثالث أن كل إنسان يكون عنده حياتي يكون رياضة أسلوب حياة. وبالتالي من هالأهداف هذه نحن كهيئة الصحة والدوائر الحكومة دبي الحمد لله عاملين دعم من خلال رؤساء، خلال مدراء العامين في الدوائر. نعم. لهذه المبادرة خلال 30 يوم 30 نص ساعة كل يوم واحد يمارس نشاط رياضي في أي مكان هو يبقى، يعني مو بشرط في مكان في الصالة رياضية، في أي مكان، ممكن في بيتهم، في الشارع، في مضامير الموجودة في أماكن في حكومة دبي. وبالتالي
بصفة عامة الرياضة مع الصحة، بس إحنا كهيئة الصحة نختلف عن الدوائر الثانية. صحيح. نحن عندنا رياضة وعندنا صحة. عندنا مبادرة رياضية اللي نسوي أنشطة رياضية. نعم. ونسوي عندنا جوانب صحية اللي نثقف المجتمع خلال هاي الفترة في بعض المولات اللي نحن موجودين. نحن موجودين في سبل سيتي، موجودين تواجد الناس حضورهم بممارسة أنشطة، وفي دوائر ثانية عاملين استنداد بعد، نعمل بعض من الفحوصات للناس، فحوصات، عندنا جهاز لقياس الجهد، عندنا فحوصات طبية، عندنا التغذية، عندنا فحص العيون، عندنا فحص إرشادات الأسنان، وعندنا في حديقة السيارة تبرع بالدم موجود، وهذا ممتاز. يعني خلال هالفترة 30 يوم نحن كهيئة الصحة عندنا جانبين، جانب رياضي الحمد لله وجانب الصحي. الجانب الصحي من خلال إدارة الإعلام لتسويقهم لهذا الشهر، من خلال برامجهم، من خلال برامج التواصل الاجتماعي موجودة في السيدات الهيئة، في البصمة، في عندنا موضوع الشاشات المتوزعة في جميع المستشفيات اللي عندنا، في المراكز اللي عندنا اهتمام ودعم من خلال إدارة الإعلام لهذا الشهر. صحيح. وبالتالي نحن الحمد لله رب العالمين يعني كدعم معالي حميد القطامي لهي المبادرة ومبادرات الرياضية بصفة عامة، يعني معالي هو شخص رياضي وبالتالي يدعمنا أن نهتم بهالأمور بالمبادرات اللي في حكومة دبي. الحمد لله نحن ماشيين. الحمد لله. مثل ما ذكر أستاذ سالم ومثل ما ذكرتي دكتورة في البداية، أن اللي يميز أستاذ حمزة أن شخص فيه هناك فريق عمل، وأيضا هو من ضمن فريق العمل، وجوده في المبادرات الرياضية. صحيح. بشكل دوري أيضا يعطي جانب يعني مهم جدا ومتابع كل الأنشطة. صحيح. ومثل ما ذكر أن هيئة الصحة أيضا أخذت يعني ليميز هيئة الصحة عن باقي الدوائر أن أخذت الجانب الكامل للأفراد المجتمع، أنشطة، فعاليات طبية، مسح طبي توعوي عن الأمراض العصر سواء السكري أو الضغط، وأيضا أنشطة رياضية. أستاذ حمزة، كونك أنت يعني موجود بشكل يومي، شو أبرز الأنشطة الرياضية اللي تستوي؟ لأن أنا أعرف في حتى في أماكن ثانية، في فيستيفال، على كايت بيج، أماكن متفرعة يعني الأنشطة الرياضية اللي تسويها هيئة الصحة بدبي. نحن الحمد لله في لجنة رياضية ومع التنسيق مع إدارة الإعلام وهذا. نعم. عملنا خطة وفريق 30x30 اللي عندنا في الهيئة سوينا خطة عمل لمدة هالشهر في برامج رياضية. عندنا برامج لموظفين داخل الهيئة مثل مبادرة كرة القدم، مبادرة كرة السلة، التنس أرضي، عندنا بادمنتون سوينا، عندنا مشاركات خارجية للمستشفيات. نعم. سوينا مبادرات داخل المستشفيات اللي عملنا، سوينا مبادرات في خارج الدائرة على كايد بيتش. أمسات قبل فترة كنا مشاركين لفريق الشباب، سوينا كايد بيتش ألعاب التحدي. ممتاز. كان ألعاب التحدي للموظفات في مكان ما في أفتكر دعاية ما في لزوم نسوي. إنزين. وفي بعض البرامج الرياضية اللي نحن سوينا في المستشفيات، مثلا قبل من تاريخ 29 احنا بدينا برامج اليوغا في مستشفى، في البداية مستشفى حد مركز مزهر بدينا، وقبل يومين كانوا عندنا مستشفى لطيفة. نعم. واليوم في مركز إدارة التنظيم الصحي موجودين، وإن شاء الله خلال الأسبوع الجاي عندنا تلاسيميا وحبل سري، عندنا مركز التأهيل. يعني برامجنا الرياضية وماشي، وعندنا برامج إن شاء الله مع دبي رن. ممتاز. مع شيخ حمدان اللي نزلوا قبل أسبوعين في مجلس دبي الرياضي، بيكون يوم الجمعة تاريخ 8، وإن شاء الله نحن مشاركين وياهم. ونحن كهيئة الصحة مسوين برامج مشي في ممشى الخوانيج إن شاء الله تاريخ 13 عصر ساعة 5، وهذا دعوة لجميع موظفين هيئة الصحة والناس الآخرين اللي موجودين اللي يحب يشارك، مفتوح للجميع هذا اليوم بمشاركة مدير عام الهيئة، بمشاركة مدراء الدوائر إن شاء الله يكونون ويانا موجودين في هذا اليوم. وبالتالي برامج رياضية متنوعة موجودة للجميع. ممتاز. حتى باكر في عندنا طواف الوردي إن شاء الله بيكون أخت أسماء قبل. نعم. شوية
إنه يكون الطواف الوردي ما شاء الله لين الحين كانوا مسجلين حوالي 3000 وشيء ما شاء الله عدد كبير، إنه يكونون باكر موجودين يعني ما شاء الله. وبالتالي برامج الرياضية يعني مختلفة نحن مسوين السنة في جميع أماكن المستشفيات قطاعاتنا صحيح. كلهم، وعندنا إن شاء الله خلال الأسبوع الجاي عندنا مباراة مبادرة رياضية بين الأطباء والإداريين، مباراة في كرة قدم إن شاء الله ممتاز بيكون جميل بعد الفكرة بيكون بعد إن شاء الله إن شاء وبالتالي الله. الحمد لله نحن قايمين نجتهد بكل جهود هذا عشان نطلع بصورة جيدة خلال هاي الفترة إن شاء الله يعني. أتمنى لكم التوفيق أكيد. أستاذ حمزة، طبعا نلقى دائما يعني أول ما نتكلم عن ممارسة الرياضة أو يعني ناس كثير أو عدد كثير يقول لك ما عندي وقت، ما يسمح لي وقتي، مشغول في دوامي، مشغول في مسؤولياتي، فحب بينا نعرف كيف يتم التوافق في رأيك بين ممارسة الأنشطة والعمل اليومي إن إحنا بنحسبها لموظفين هيئة الصحة في دبي، فكيف الواحد يحقق التوازن، خاصة أنت ما شاء الله عندك خبرة في هذا المجال وكذلك ما شاء الله تواجدك في معظم هذه الفعاليات. بخصوص موضوع الوقت، إن أنا أشوف كل إنسان يقدر يبرمج نفسه لبرامج اللي عنده نعم. الوقت مناسب يسوي في حياته، ما في شيء واحد يقول أنا ما عندي وقت. صحيح. كل الناس ما كان عندهم وقت، وبالتالي واحد يخلي حق عمره نص ساعة صحيح. بالكثير. وأنت دائما بتبدين في أي رياضة في البداية لو سويتي ربع ساعة 10 دقائق في البداية شوي شوي بتتقدمين بتتطورين بتوصلين ساعة بتوصلين ساعتين بعد، بس الوقت هذا أنت تختار متى الوقت المناسب اللي عندك. الإنسان ما يسوي طول 24 ساعة يكون يشتغل. صحيح. لا يمكن، ما في حد إنسان 24 ساعة شغال، لازم في فترة من الفترات يكون عند يخلي لنفسه وقت معين للراحة صحيح. لفترة بريك يسمونه، حتى في العمل في ساعة بريك يقولون نص ساعة بريك ويأخذ الإنسان هذا عشان يجمع مرة ثانية يجدد نشاط الذهني وهذا صحيح. عشان وخاصة في الرياضة يوم واحد يمارس نشاط رياضي نعم. وعقب يرتاح وهذا يحس نفسه يكون طاقة إيجابية عنده مرة ثانية ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. أستاذ حمزة، كلمة أخيرة نوجهها لجمهورنا ومستمعينا خلال البرنامج. والله كلمة أخيرة لو سمحتوا لي أنا بتكلم عن بطولة شيخ هند نعم. قبل ما أنهي أكيد. الموضوع نعم. نحن قبل يومين تاريخ 16-26 انهينا بطولة شيخ هند نعم. نحن شاركنا في معظم المباريات الألعاب المختلفة نعم. وأنا أشكر مجلس دبي الرياضي وإدارة النسائية اللي عندهم على تنظيمهم على تعاونهم مع جميع الدوائر ونشكرهم بها خصوص، ونحن الحمد لله كنا نتمنى يكون المركز الأول ناخذ، بس خدنا الثالث في الريشة وخدنا المركز الثالث في الجري وخدنا المركز الثالث في الشطرنج، ونتمنى إن شاء الله السنة الجاية نكون على الأول 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 إن شاء الله السنة الجاية. وأشكر إخواني اللي معي في اللجنة الرياضية و 30 باي 30 اللي حطيناهم احنا سنة منسقين في المستشفيات في كل واحد في قطاعه نعم. في شباب منسقين عندنا نقول لهم شكرا، مثل الاخ عبد الله الفلاسي، اخ عبد الرحمن، اخ محمد، وباقي اسماء خاف انسى حد، وبالتالي اقول لهم شكرا وما مقصرين للدعمهم وتحفيزهم وموظفينهم ان يشاركون 30 باي 30 يمارسون نشاط رياضي، اقول لهم شكرا وما قصرتوا. مشكور. وانتم مشكورين كاستضافتكم دوم لنا كلجنه رياضيه، والدعم الإعلام للجنة الرياضية دائما بروز لجنة رياضية من خلال الإعلام أي موضوع تبغى تنشطه وتعطيه أهمية يكون الإعلام دور مهم، وأنتوا في هيئة الصحة صراحة إدارة الإعلام والتسويق المؤسسي ليس مجاملة لأخ عبد الله وأخ قبل كان قانم وأخت أمل منال أمان أماني أمال 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 سوري والأخ خالد جلاف كانوا كلهم موجودين الحمد لله رب العالمين، ما قصروا وتعاونوا باللجنة الرياضية لهم مشكورين جميعا يعني. ونشكرك أستاذ حمزة عباس مسؤول أنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وما شاء الله دوركم بارز يوم بعد يوم أكثر وأكثر. وهذه كانت فقرتنا مستمعينا بخصوص صحة دبي تواصل تواجدها بقوة في تحدي دبي للياقة، وكان ويانا الأستاذ حمزة عباس مسؤول الأنشطة الرياضية والاجتماعية في هيئة الصحة بدبي. عبدالله بنطلع فاصل إن شاء الله ورادين، خلكم صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا وسهلا فيكم، وأرحب بكل من انضم إلينا. وأحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يختتم المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019 أعماله اليوم بعد مناقشات ومحاضرات ومداولات تمت بين علماء وأطباء الأعصاب في العالم، فيما أوصى الاجتماع الذي عقده رؤساء جمعيات الأعصاب على مستوى العالم ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب المنعقد حاليا بإمارة دبي ومنظمة الصحة العالمية والوزارات على مستوى العالم إلى الاهتمام بالصحة العقلية لمرضى الأعصاب وخصوصا مرضى الجلطات الدماغية، وأيضا توفير مراكز تأهيلية لهم للحاجة الملحة لها، وأيضا تفعيل الأبحاث في مجال الطفرات الجينية والخلل الجيني الذي يصيب الكثير من الأطفال، كما أيضا أوصى الاجتماع بتكثيف الأبحاث العلمية بين المراكز البحثية على مستوى العالم. في حديثنا إن شاء الله اليوم عن ختام المؤتمر، وطبعا ما توصل إليه من خلاصات ونتائج وما حقق كذلك من أهداف، يسعدنا يكون ويانا اليوم الدكتور سهيل الركن، استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية في هيئة الصحة بدبي، رئيس المؤتمر. صباحك الله بالخير دكتور سهيل. صباح النور والسرور، صبحكم الله بالخير أختي. مرحبا دكتور، صباحك خير وصحة وسعادة. آمين. ونحن سعداء أن اليوم أنت معانا على الهاتف، واليوم يوم الخميس، وإن شاء الله إجازة يعني سعيدة للجميع. إن شاء الله. إن شاء الله. وخاصة أن اليوم هو ختام المؤتمر العالمي كذلك لطب الأعصاب 2019. فدكتور سهيل، حابينك تعطينا نبذة سريعة عن أعداد الحضور وأعداد الدول المشاركة في هذا المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. ونور دبي دائما السباقة ما شاء الله عليهم، في الأربع أيام والخمس أيام السابقة كانت بشكل يومي التواصل. عدد المشاركين في المؤتمر العالمي لطب الأعصاب السنة كان أكثر من 4500 مشارك، يعتبر رقم كبير جدا حقيقة لهذا النوع من الطب. هذا المؤتمر ينعقد كل سنتين، فجميع الباحثين على مستوى العالم ودارسي الطب وتخصص الطب يحاولون التواجد في هذا المؤتمر للنهل من أحدث الأبحاث والدراسات وورش العمل المصاحبة اللي تكون لهذا المؤتمر. عدد الدول المشاركة كانت 126 دولة على مستوى العالم. جونا والله ناس استغربت، أنا من هندوراس، من بيرو، ناس جايين من بوركينا فاسو وغانا، ناس جايين من دول من منغوليا وطاجيكستان وأوزبكستان، غير الدول الكبيرة. فسبحان الله كان الدعم كبير للمؤتمر على مستوى العالم. عدد الأبحاث المطروحة كانت 1500 بحث مطروح خلال هذا المؤتمر، ما شاء الله. بالإضافة إلى مئات المتحدثين في هذا المؤتمر، كان عندنا 232 متحدث، بالإضافة إلى أكثر من 54 ورشة عمل في عدة مجالات مختلفة. ممتاز، وهذا يعطي المؤتمر ويبرز ويعكس كذلك أهمية هذا المؤتمر. يعني ذكر دكتور أعداد الدول تقريبا 126 دولة الحضور من هذه الدول، وفي دول ذكرتها يعني يمكن بعيدة أو يمكن نادرة ما نسمع عنها وموجودين كذلك، وهذا يعكس أهمية هذا المؤتمر. الحمد لله. وإن دبي منطقة استقطاب حقيقة، يعني صحيح. مثل هذه الناس اللي يمكن مثل هذه الدول كأطباء، يعني مثل بيرو أخذ لهم من دولتهم إلى الأرجنتين، بعمل الأرجنتين إلى دبي، فكانت رحلة طويلة لهم، ولكن جاءوا وتكبدوا عن السفر للوصول لهذا المؤتمر. والحمد لله يعني القطاع العام اللي أخذناه من راحتهم في إقامة هذا المؤتمر في دبي في قاعة المعارض في المركز التجاري، كان انطباع جدا كبير ومستانسين من جميع الحضور. واليوم آخر يوم للفعاليات ورفعت فيها بعض التوصيات اللي بنناقشها إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أيضا دكتور سهيل، يعني تكلمنا نحن بالنسبة للتوصيات، في الحقيقة التوصيات مهمة، يعني الاهتمام بالصحة العقلية، توفير مراكز تأهيلية وتفعيل مجال البحوث في هذا المجال. ما هي يعني أو تقدر تعطينا دكتور نبذة عن الـ يعني المخرجات الأساسية من هذا المؤتمر؟
جزاك الله خير. كان من الأشياء الرئيسية التي تم مناقشتها وطبع خلال يومين السابقين اللي هي زيادة عدد مراكز التأهيل والأبحاث في التأهيل بالنسبة لمرضى الأعصاب خاصة الجلطة الدماغية والتصلب اللويحي ومرض الرعاشة والباركنسون، حيث في الدول العالم الثاني والعالم الثالث تنقسم مثل هذه المراكز، خاصة في الوطن العربي لا توجد مراكز متخصصة مثل أوروبا وألمانيا وأمريكا في هذا المجال. أيضا تم التطرق إلى Brain Initiatives في مبادرة سنة المنظمة العالمية لطب الأعصاب مع المؤسسة البريطانية للصحة برئاسة البروفيسور وولتر. اليوم قدم بعض نتائج هذه المبادرة، حيث وضح أن المبادرة تقوم على 7 محاور. أهم المحاور في هذه المبادرة اللي انطلقت من سنتين أن دراسة كل خلية في الدماغ، يكون لدينا بنك متكامل بجميع وظائف الخلايا وأماكنها في الدماغ. في الدماغ لدينا أكثر من 8 مليارات خلية عصبية. فهذا البحث يهدف إلى دراسة كل خلية وظيفتها. المحور الثاني أن يكون عندنا كمبيوتر جامع هذه الوظائف لجميع هذه الخلايا، متوفر للباحثين والدارسين على مستوى العالم. الخلايا هاي 8 مليار بينها توصيلات، أخي الكريم أكثر من 1 بليون توصيلة عصبية. عمل أحد المحاور عمل خرائط لعمل الدماغ، كل جزء في الدماغ إحنا مثل الكمبيوتر له هدف معين، ولكن هذا الكمبيوتر والله خلقه جدا معقد. فرسم خرائط وشبكات داخلية بين هاي الخلايا كيف تشتغل. رقم 3 دراسة وظائف كل خريطة وكل جزء من الدماغ بدقة متناهية، وهذا في النتيجة آخر سيوصل لهدف اللي هو فهم طبيعة عمل الدماغ. من الأشياء اللي هاي المبادرة تعمل عليها الآن وضع أقطاب كهرباء نسميها إحنا إلكترود في أماكن مختلفة من الدماغ التي فيه مشاكل في هاي الخلايا. فعندهم الآن من الأبحاث مع مرضى الاكتئاب المزمن، نعم، في منطقة خلايا في الدماغ تعمل على وجود الاكتئاب المزمن. الاكتئاب المزمن مش فقط أن الواحد حزين، لا لا، في خلل في الدماغ خلايا معينة، فيضعون بطاريات في هذا المكان تنشط هذه المنطقة وتثبتها، فيرجع الإنسان طبيعي شكل ما كان. أيضا بالنسبة لمرضى الرعاش أو الباركنسون اكتشفوا أماكن ممكن أن نخلي فيها الإلكترود أو الحديد البطارية الصغيرة، هذه يتوقف تماما الرعاش لدى الإنسان ويعيش حياة طبيعية. هذا التطور من خلال المنظمة وعمل الباحثين فيها يخدم الناس على مستوى العالم، وعرضة في دبي اليوم يعني يعتبر إنجاز أن إيش توصلوا له، يجون يعرضون قدام العالم هنا وشو الأهداف المستقبلية اللي يبون يسوونها في هذه المجالات. نعم صحيح. أيضا دكتور يعني مثل ما تحدثنا نحن في أول أيام المؤتمر بأن هذا النوع من المؤتمرات بهذا العدد الكبير من الحضور وبهذا النجاح الباهر يعني يعطي إضافة كبيرة جدا لدبي ولهيئة الصحة، ويتماشى أيضا مع رؤية الإمارة بأن تكون دبي عاصمة للسياحة العلاجية. وأكيد دكتور أنتم تكلمتوا عن الأنظمة الجديدة والأساليب أو حتى الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، ما هي أهم الابتكارات في مجال طب الأعصاب اللي ممكن تطرق لها المؤتمر؟ عندنا حقيقة في أحد الباحثين قدم دراسة مستفيضة عن اضطرابات النوم لدى الأشخاص فاقدين البصر، اللي مش ولدوا فاقدين البصر، فقدوا البصر في مراحل متقدمة من عمرهم، فهؤلاء الناس تصير عندهم اضطرابات كبيرة في النوم بسبب إن ما يشوفون الإنارة. فهذا الباحث توصل إن في مناطق معينة في الدماغ توجد خلايا فوق العصب البصري خلف المنطقة الأمامية من الدماغ هي المسؤولة عن تنظيم ساعات النوم لدى هؤلاء الأفراد. فإذا تم عمل خلل أو عطب في هذا المكان أدى إلى اضطرابات النوم لدى البالغين أو لدى الناس اللي لديهم فقد في البصر. من الأشياء اللي نفتخر فيها في هيئة الصحة أن لدينا مشاركة في هذا المؤتمر ب24 بحث
قاموا به أطباء قسم الأعصاب في هيئة الصحراء الصحة. نوقشت خلال هذا المؤتمر أيضا دكاترتنا، نفتخر فيهم أذكر أساميهم: الدكتورة ريم السويدي، الدكتورة حمدة، الدكتور حمدان الزرعوني، الدكتور سعيد، الدكتورة ياسمين، كلهم الشباب المواطنين اللي قدموا هذه الأبحاث خلال عملهم في هيئة الصحة. نعم ممتاز. دكتور، الحقيقة نحن أيضا يعني نفتخر بهذا النجاح ونبارك لكم هذا النجاح، هذا المؤتمر. دكتور سهيل ركن، استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. الله يرضى عليكم، تحياتي لكم وإجازة سعيدة إن شاء الله للجميع، نتمنى لكم كل التوفيق. هذه كانت فقراتنا لليوم مستمعينا الأعزاء، داهمنا الوقت صراحة، كل فقرة كانت مميزة أكثر عن الثانية. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. ونفس ما ذكرتنا أسماء، نتذكر شو الإنجازات اللي سويناها خلال هالأسبوع، وإذا حابين نسوي إنجازات أكثر أو ما وصلنا لشيء اللي نبغى، الأسبوع الجاي نقدم أن نركز أن نوصل لهذا الشيء. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، وشاركني في تقديم الحلقة الأستاذ عبد الله جمعة. شكرا لكم جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.